يشرف رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان تخريج دفعات جديدة من الطلبة الحربيين بوادي سيدنا شمال درمان، وتضم الدفعات طلابا من دول شقيقة وصديقة، كما يحضر الاحتفال مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي وقالة العمل التنفيذي بالدولة. شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في احتفال منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بتدشين لقاح فيروس كورونا، وذلك بحضور وزيري الخارجية والصحة. يذكر أن المملكة قدمت مبلغ 500 مليون دولار للتحالف الدولي لمكافحة وباء كورونا، وشاركت في برنامج البنك الدولي المخصص لمساعدة السودان لمكافحة كورونا بعشرة ملايين دولار، وقدمت للسودان خلال العام الماضي مساعدات طبية ودوائية بمئات الأطنان وصلت لمختلف الولايات. أكدت وزير الخارجية مريم المهدي سعي السودان للانضمام إلى كافة معاهدات حماية حقوق الإنسان. جاء ذلك لدى لقائها بعلي بن صنيخ الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أكد بدوره استعداد التحالف لدعم السودان في هذا الصدد. أعلن الجيش إحباط عملية تهريب أسلحة إلى داخل البلاد من منطقة الفشق الحدودية مع أثيوبيا، وقال قائد المنطقة العسكرية الشرقية العقيد الركن سعد شرف الدين إن انتشار الجيش على الحدود أوقف كثيرا من عمليات تهريب الأسلحة. أعلنت النيابة العامة إحالة عدد من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الزبير أحمد الحسن وعلي محمود وعوض الجاز وعبد الحليم المتعافي لمحكمة خاصة بعد اكتمال التحريات معهم في بلاغات متعددة، وتتهم المجموعة في قضايا فساد تتعلق ببيع خط هيثرو والنقل النهري وقضية مصنع سكر مشكور.